هي 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 مسهر عيون الزيماني هي وارد يريق السحاب المغذية. الله 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 الله. هي عرشنا يلي بين روح وحصاني. حصاني من قال يا طاعة الغالي يا غاب غالي الله 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 قال ضيعتني حتى عصاني لساني ضيعتني حتى عصاني لساني ومن الغيظ والله ما قدرت أسأل أهليها ومن الغيظ ما قدرت أسأل أهليها فما احجر عيونه دموع ومعاني مساك الله بالخير مساك الله بالخير تريحي علامك ابطيت الفجر قرب يظهر لفان الرجل اللي ابوك فكه من المنع وما قدرت وبسببه ابوي تزاعل مع الشيخ اذياب حنا مقدرين ما وقف ابوك واللي يظهره انه رجل غانم وقدر الجيره وحب لهم الخير ابوي مقدر وصايا الشيخ غنيمان رحمه الله عليه ميرنا ولده رامي وصايا أبوه من ورا ظهره وش علومه؟ بعده وده طق طول الحرب وش هو اللي بينك وبينه؟ أنا سمعت ولد عمي طعان يتكلم على الثار اللي بينكم ويا أبوي وش هو اللي بينكم؟ ودك تعرفي وش هو ثاره؟ إيه علمني زي يوم وانا ولد التقيت به بالصيد ومن ذاك اليوم وهو شايل السالفة بصدره توعدني استثاره مني والحين هو الشيخ سوى اللي بخاطره تدري تعليلتنا الليلة راحت على ثياب نسينا حالنا حين نسولف عن ثياب نسولف عن روحنا هو وده العداوة معي يا خوف يزيد الفرقة بيننا وش ما سوى ثياب ما راح يبعدني عنك ولا أكون لغيرك أبد هذا وعد قطعته على نفسي وأقوله لك